راح نتكلم مقطع اليوم عن سجناء اثنين، كل سجين له قصة صادمة وغريبة واتوقع ما عمرها مرقت عليكم. السجين الاول واللي كان يقال عنه سجين قادم عبر الزمن، يعني جاي من الزمن القديم او بالاحرى مسافر عبر الزمن، والسجين الثاني واللي هو يعتبر اخرب سجين او اكثر سجين غموض بالعالم، واللي هو السجين ذو القناع يلي قضى فترة سجنه كاملة وهو لابس قناع ما حدا قدر يشوف وجهه. مقطع اليوم راح يكون مقطع حماسي جدا، خلينا ندخل المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مانس يوف ومقطع جديد. بالبداية لازم أقول لكم شكرا 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 على دعمكم على المقاطع السابقة، الله يسعدكم، خاصة المقطع الأخير عجبكم جدا وكلكم طلبتوا من جزء ثاني، ابشروا من عيوني. بس أنا حاليا قاعد أنوع لكم إذا ملاحظين، لأني بدي أشوف شو المحتوى اللي أنتوا تحبوه عشان أقدر أجيب لكم إياه برمضان. فأنتوا أي محتوى يعجبكم، مثلا هاي القصة عجبتكم، لا تقصروا معي باللايك عشان أجيب لكم مثلا أخطر سجناء تاريخ العالم كامل. فزي ما قلت لكم هذا الإشي يبين بعدد لايك، فلا تقصروا معي، وإذا مو مشترك بالقناة كمان اشترك تشرفنا بالقناة. ما بدنا نطول بالكلام لأنه متحمسين إن ندخل على المقطع، وخلينا ندخل على القصة الأولى. طيب المقطع الأول معنا للرجل القادم من الماضي، تقول لي كيف؟ هسه راح اشرح لك بالتفصيل. طيب بعام 1954 وصل رجل لمطار طوكيو الدولي واللي هو باليابان، وهذا الشخص على الوصف اللي وصفوه اياه انه شخص قوقازي، واللي ما يعرف الشخص القوقازي اللي هم عرق او عائله معينه معروف عنهم كان انه الاشخاص القوقازيه يتميزوا انهم يقدروا يحكوا مثلا اغلب اللغات او لغات متعدده، وساكنين بجميع انحاء العالم، فهمتوا؟ يعني متوزعين وخاصه بالجبال، ولا ما بدي اتوسع بالتفاصيل هاي، يعني انت ابحث بجوجل تعرف مين القوقاز. لكن الناس اللي شافت هذا الشخص القادم حكت عنه انه شخص من ملامحه انه شخص قوقازي. المهم هذا الشخص اول ما دخل المطار زيه زي اي شخص طبيعي بده يدخل اجراءات الروتينيه للمطار، اللي هو يجيبوا له ياخذوا الباسبورت منه عشان يختموا له اياه. وهون بدات قصتنا. الشخص اللي يختم الجوازات اول ما طلع على جوازه شاف انه هذا الشخص يعود لدوله تسمى تاور، والصدمه انه هاي الدوله مو موجوده على الخريطه. فهون موظف المطار وقف في حاله صدمه انه كيف جواز لدوله وهي الدوله اصلا مو موجوده على الخريطه؟ ممكن تحكوا انه الجواز مزور؟ لا، جابوا فريق خاص وشافوا الجواز، والجواز مو مزور ابدا. فهون من الصدمة الموظف جاب له الخريطة وقال له حدد لي دولتك على الخريطة، انه انت وين ساكن. فلما شاف الخريطة قدامه حدد للموظف انه ساكن بهاي المنطقة، والمنطقة اللي حددها تسمى امارة اندورا باليابان. فبهاي اللحظة الشخص المسافر عصب على الموظف يقول له انه كيف يعني ما في دولة اسمها تاورد. المهم راح الموظف نادى الجمارك عشان يشوفوا هذا الشخص ويشوفوا جوازه، لانه هاي تعتبر حالة نادرة جدا وما عمرها صارت معهم. المهم اجى الجمارك فتح جوازه، الصدمة يا اخوان انه جوازه مليان سفر، يعني مسافر اكثر من 50 دولة على نفس هذا الجواز. مو بس هيك، بس فتشوا هذا الشخص لقوا معه عملات كثيرة لدول كثيرة، ومو بس هيك الشخص هذا كان يتحدث اكثر من لغة، يعني يتحدث لغات. المهم هون الجمارك اتخذت قرار انه تحتجزوا شوية عشان يتأكدوا منه. المهم حجزوه شوية وراحوا يبحثوا عن الدولة اللي حكى عنها، انه موضوع غريب كيف تحكي دولة مي موجودة على الخريطة. وهون تجي الصدمة. بعد ما راحت تبحث الجمارك عن الدولة اكتشفوا انه الدولة هاي كانت موجودة قبل 1000 سنة، متخيلين الموضوع؟ لكن هي حاليا مي موجودة. فلما الشرطة والجمارك شافوا هذا الاشي قالوا هذا الشخص لازم نحتجزه ونعرف شو قصته، فاخذوه وحطوه في فندق وحطوا عليه حرس اثنين على باب الفندق ما يتحركوا، قالوا بس خليها لما تصير الدنيا صبح ويرتاح هذا الشخص ويحكي لنا شو قصته. وهون تيجي الصدمة الثانية يا اخوان، الشخص هذا بس اجى الصباح ما لقوه، اختفى تماما. اعرف انه اول شغلة راح تخطر على بالك انه نط من الشباك وهرب، لا يا صديق انا راح انفي لك هذا الموضوع، لانه الفندق اللي كان فيه كان طابق عالي، لو بده نط من الشباك مستحيل انه يعيش، وفي موظفين على الباب يعني مستحيل يقدر يطلع. لكن هذا الشخص اختفى تماما، واللي بعده صاروا يحكوا عنه الرجل القادم من الماضي، يعني خلص سموه بهذا الاسم. فصراحة هاي قصة انا صدمتني ومخولتني، قلت لازم اجيب لكم اياها، بس برضو هاي القصة ولا اشي مع القصة اللي بعدها واللي هي قصة الرجل المقنع. طيب يقول لك بعام 1669 صار اشي غير طبيعي وغير معتاد، واللي هو كان بسجن الباستيل في فرنسا. يقول لك بهذا اليوم صار استنفار بالسجن، يعني صار في ضجة. كيف بدي احكي لك؟ يعني كيف لما يجي وزير على السجن يشوف السجن، نفس الموضوع، صار حالة
استنفار. بحالة الاستنفار هاي طلعوا لبرا يشوفوا شو اللي صار، فانفتح ابواب السجن ودخلت عرباي، يقول لك عرباي فارهة على زمنهم، يعني هي كانت مجرد دراجة او مو دراجة، شو يقولون حنطور عليه حصانين، لكن على زمنهم كانت يعني هاي اشي زي كأنه سيارة مدير سنتا. دخل على السجن ونزل من هاي العرباي شخص مقنع وحواليه عدد كبير من الحراس، يعني اللي كان مبين انه هذا شخص سجين جديد جاي على السجن، لكن هو فعليا ما كان زي اي سجين، لانه سجين بيجي بعرباي فارهة وحواليه هذا العدد كبير من الحراس، وطلع يستقبل وكل السجن حتى امر السجن طلعوا بيستقبلوه، وغير هيك وجهه مغطى بحديد يعني ما حدا شايفه ولا حدا عارف شخصيته، وكمان قبل ما يجي جهزوا له قسم بالسجن او مو قسم، زي زنزانة كبيرة متوفر بيها كل اشي، لدرجة انه قد مو متوفر فيها اشياء حاطين له جيتار فيها، فالموضوع كان غريب. المهم بعد ما دخل هذا الشخص كان محكوم بهاي اللحظة 30 سنة. المهم دخلوه على زنزانته وكان هذا الشخص ممنوع يشوف اي شخص، وكانت واصلة لدرجة انه معطين اوامر للشرطة اللي هناك انه اذا حاول يفك القناع عن راسه اقتلوه عادي، يعني في اشي غلط بالموضوع، فاهمين علي؟ المهم كانوا حاطينه معزول ما حد يقدر يشوفه ولا يشوف حدا، او بالاحرى ممنوع منع باتن انه يشوف حدا، كان اكله يجي احسن اكل، كل اشي بده اياه يجي لعنده، بس انه ما بطلع هذا، يعني في قصة كبيرة وراء. المهم طبعا كان يتعامل بالسجن احسن معاملة من قبل الحراس، بس انه اهم اشي انك ما تشيل القناع، حياتك راح تعيش هون بالسجن حلوة، واكل يجيك احسن اكل، كل شيء بدك اياه يجيك، كتب اي شيء بدك اياه يجيك، بس خليك رد علينا ولا تطلع، زي كأنه في سر معه ما بده اي حدا يطلع او يقدر يشوفه عشان يحكي له هذا السر، واضح هذا الاشي. طبعا كانوا معطينه اسم مستعار واللي هو مو اسمه الحقيقي، واللي كانوا يسموه مارشيولي. طبعا كانوا يقولوا السجانين اللي كانوا الحراس عليه انه شخص كان مؤدب جدا وقليل جدا ما يحكي، وكانوا يحكوا انه بس الدنيا تصير بالليل يقعد لحاله ويظل يبكي ويصرخ. طبعا ما الومه، يعني صحيح انه معطينه وموفرينه كل اشي، بس هو مسجون لوحده، فاهمين علي؟ طبعا بعد ما قضى 30 سنة بسنته 30 اللي هي السنة الأخيرة توفي هذا الرجل، ولما توفى هذا الشخص ما خلوا أي شخص يروح يدفنه، لا جابوا حراس خاصين يأخذوه من الزنزانة بعد ما توفى، طبعا الله أعلم إذا ما هم قتلوه، وأخذوه هذول الحراس الخاصين ودفنوه، وحتى بعد ما دفنوه المقبرة اللي اندفن فيها خلوا حواليها حراس لمدة شهر كامل، بس عشان يتأكدوا إنه مات وخلص بدأت تحلل جثته وما في أمل إنه يطلع. واضح إنه هذا الإشي مو قاعد يصير إلا إنه هذا الشخص وراه سر كبير كبير كبير، والإثبات إنه وراه سر كبير انه شفتوا الزنزانة اللي كان فيها مباشرة بس توفى، جابوا دهنين ودهنوه وغيروا الاثاث وغيروا الارضية، غيروها كاملة عشان بس يتأكدوا انه ما ترك وراء اي رسالة، متخيلين لدرجة ايش قاعد يصير؟ فهون صار الضجة على الموضوع انه مين هذا الشخص وشو السر اللي وراه. طبعا كان يقال انه هذا الشخص اللي هو الاخ الشرعي او اخ اللي بالحرام لملك فرنسا، ولانه ما بدهم يفضحوا حالهم كانوا ساجدين، وهذا مجرد اقوال، وطلع غيرها كثير من الاشاعات عن هذا الشخص، وافرجيكم كمان لقديش انه هذا الشخص موضوعه كان غامض، وعقد من الناس حكت فيه طلع فيه فيلم، وهذا الفيلم شرح قصته كاملة، واللي كان اسمه The Man in the Iron Mask، فاذا عندك فضول تشوف القصة بالتفصيل احضر هذا الفيلم راح يشرح لك الموضوع كامل. وهذا كان يعتبر اكثر سجين غموض بالعالم واللي قصته صارت علم، فاتمنى انه القصة عجبتكم، انا بصراحة القصة استمتعت جدا وانا اقرا فيها، وقلت لازم اجيب لكم اياها، فاتمنى انها عجبتكم، وزي ما قلت لكم اذا بدكم قصص اكثر او مثلا نجيب اخطر مجرمين بالعالم، بس انتم بينوا لي بعدد اللايكات، مثلا خلينا نوصل هذا المقطع 100,000 لايك مباشرة اجيب لكم جزء جديد، واتمنى اتمنى اتمنى اذا مو مشترك بالقناة اشترك، فعل زر التنبيه تشرفني بالقناة، واي اشي حاب تحكيه معي او حاب تقترح لي اياه انستغرامي طالع قدامك بالشاشة تشرفني عليه، وارجع اقول لكم الله يسعدكم جميعا على الدعم بالفترة الاخيرة، شكرا لكم، ونشوفكم على خير باذن الله بعد بكرة بمقطع جديد، واترككم بحفظ الرحمن من هنا بعد بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.